دي ما نمشي نلقى حاجة تفكرني بيك تشعل في قلبي حرقة. ايه ما زالك نبغيك ايه ما زالك نبغيك دي ما نمشي نلقى. السلام عليكم خواتاتي خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس اموركم هانيه. المهم اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا معايا وكما شفتوا في المقدمه غادي نديكم واحد الخريجه في الغابه رائعه البنات، والله استمتعنا واحد الاستمتاع ما نقولكمش، والنفسيه ديالنا رجعات كل شيء هو هذاك، يعني الحمد لله. فاش كل واحد كيخرج هكا الخريجات كيحس بروحه زوينه. دابا ان شاء الله نخليكم مع الفيديو وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. الله، مره الواحد كيحتاج هكا هاد الخريجات بحال هكا كيبدل هكا الجو. اللي بغى يجي يعيش هنايا مرحبا به. صباح الجو مخير. اما البرد اللي شان عاد هذه السيمانه كان البرد تحت الصفر. سبحان الله، هذا هو الالمان. علاش كيقولوا لك دويتش فيتا؟ يعني ما تثقيش فيها، تقدر دابا شويه تطيح الشتاء ربما، ممكن كل شيء ممكن، لكن هذا النهار مستحيل الصراحه. شوفوا على عوينه، راه كاين وحده الفوق. ما شاء الله. هنا ما قدرتش نزيد نصور لان كان الناس بزاف، ولكن ان شاء الله مازال غادي نزيدو نطلعو، غادي ندير واحد العين غادي نصورها لكم ان شاء الله. بقاو معايا. شكون اللي كتعجبو الغابة؟ تمام، كنت بنت الواتا. الله، هذا منظر كيحيي الروح والله. اصلا تربيت في واحد البلاصه هكا فيها العيون، فبالتالي كنعشق شي حاجه سميتها العين الماء، وهذا الصوت هذا كيحمق باش كيمشي هكا. نفس المذاق ديال الاخرى. دائما فاش كنكون هكا ماشيه في الغابه كنتفكر بان شي قوت ما تفرجت الافلام ديال الرعب، كيكونوا في الغابه كيخرج شي واحد كيقتلهم ولا شي حاجه، دائما كيكون عندي داك الهاجس ان الله يستر شي واحد يقدر يجي ويخلص علينا. هادشي عاد ما بوحديش. اجي اجي عندك طيح. وهنا اضطريت انني نقطع الصوت لان كنت كنغوت، والصراحه ما بغيتكمش تسمعوني كنغوت. شكون اللي بحالي فاش كتشوف هكا شي مناظر وكتخاف كتبدا كتغوت يعني فهمتي، كنقول له رجع عندك تمشي تطيح، ولكن بواحد الصوت يعني عالي بزاف. شكيت اخرى يا، ولكن خفت انا كنخاف من شي حاجه سميتها البرد، يعني ما كنقدرش نصبر الا كان البرد، ما كنقدرلوش، يعني ما كنفضل انني نلبس مزيان. دابا لبست جاكيطه فعلا ديال البرد، يعني ديال البرد. لا جيش البرد ديالي ديال البرد يعني فهمتي. وهذا النهار شحال من كراد؟ 18. هذا النهار 18 ديال الكرادات، زعما سخون الحال بزاف هكاك، وانا جيت لابسه جاكيطه ديال مينوس. انا غير 13. وهاد البلاصه هادي
هاد الجبل هذا فيه غير 3 طفل، ولكن واخا هكاك يعني سخون بحال مع الشميشه صراحه واعر واعر. شحال كنخاف انا دابا راجلي كيمشي هكا مع هاد الجهه هاد ما عرفتش كيفاش نقول هكا هاد الحافه ديال الجبل وكنقول له لا رجع ها 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 هكا، وكنخاف الا يمشي يطيح وهو كيقول لك لا راه هو ولد الغابه. سيدي هو ولد الغابه، ها انتم كاين ما احلى من هاد الشيء كنظنش. ها شو فعلا شوف يا جناو ها واش الجرافة دير لها هكذا وتمشيها عين عين الجبل خشب صافي تكلم مشاع خشب صافي ما بقاش صافي مع الوقت الزمن الزمن كيرشي الحاجة العلاقة إلا ما إلا ما كانت تحية إلا ما حييتيهاش غادي تموت وغترجع هكذا بحال هذا الخشب سمعتي الحكم شوف ها خشب مسكين وكان شجرة كانت شجرة وكانت دير ولكن دابا رجعت هادي ولكن مزيان الله الطبيعة هما كيخليو هادشي في الغابة باش كي ها هي شنو كدير باش كت الغابة كتاخذ الماتير اورجانيك ديالها يعني كبحال كدير لها الغبار كتسميد يعني كتسميد ديالها هذا كيسمد الارض ما شاء الله. شكرا على هذه المعلومات القيمة. سمعوا واش كتسمعوا هذاك خرير المياه هذاك الصوت ديال الماء صراحة دابا غادي نقلبوا على شي عين راه هنا نشوف واش غادي نجبروها ولا لا، ولكن راه كاين الصوت ما شاء الله. هاد الغابة كبيرة وفيها بزاف ديال العيون يعني ما شاء الله ما شاء الله. مهم دابا حنا كنقلبوا تابعين الصوت ديال الماء وشفنا شي ناس لهيه لتحت راه الماء جاي من لهيه وغادي نشوفوا يعني ضروري خصنا نجبروا هاد واخا الصراحة راجلي قال لي نهبطوا من هنا ولكن كتبها هي كتبها بحال لوطا ما غاديش نقدر راه البلاد صارتي ما نقدرش خصنا نديروا اللايقة يعني واخا ها نمشي ولكن هكا على رجلي ما نقدرش كنخاف ما شحال هادي كنت كنقدر بحال هاد الاماكن هذا دابا صراحة ما بقيتش نقدر كنخاف بزاف. ما الزوج ديالي قال لي بان هادي اول مرة كيوصل لهاد البلاصة هادي يعني كان جو هنايا ولكن ما عمرنا صراحة ما طلعنا حتى لهاد البلاصة وراجلي ما شاء الله راه سنين وهو هنايا راه ماشي عاد البارح جا. واو 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 الجو رائع ها بارت هنايا البنات الواد شوفوا اخواتاتي واد صغير هو اللي داير هاد الصوت الرائع شو اللي عنده هنا واو الناس راه كضحي باش تصور ها ماشي غير انا اللي مبليه بالتصوير غنمشيو باش نشوفو واش نقدرو نشوفوه من الجهه الاخرى نقربو اكثر نقدرو نمشيو كاع نقربو له واو الله 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 يا ربي الله على رحمه ما شاء الله والله بحال راني في البلاد ديالي رائعه هاد الاجواء هادي ما كتقدرش بثمن لا تقدر بثمن والله شوفوا البنات غادي نمشيو غادي نمشي من هنا عندك شوفوا شوفوا باش لا طاح نصوره لا لا ما تخافش هاي صح
وغادي نقطعوا للجهه الاخرى. الضفه الاخرى، والله الضفه الاخرى. على هذه فافي الانهار، شوف كاين احلى من هذا الشيء. ما كنظنش، شحال من مره قلت لكم الماء ما كاينش ما احسن منه. هاد الذكريات ديال بعض الاشخاص اللي كيجيو لهنايا. سبحان الله، شنو علاش جبتيني لهنا؟ كيطيح واحد، ما عرفتش غادي تسمعوه، ديال الشجر بحال كطيح الشتا وهي لا، ماشي الشتا اللي كطيح. دابا حنا صافي ماشيين غير في وسط الغابه، يعني ما صراحه ما مكيناش شي طريق، ولكن ما نبقاو ماشيين حتى نخرجوا. ان شاء الله، والله ما نكره كل نهار نجي لهاد البلاصه هادي، ولكن مع الاسف جات شويه بعيده علينا، يعني ما غاديش نقدر. يا راه بحال والو، دابا يجي عندنا شي حلوف، ولكن لا هي طاحت وبقات هنايا. هنا صراحة راه والله لا خطر. يا انا لشت الحلوف راه ما بقيت كنعرفك، ما كتعرفني. ويلي ويلي، مين جابني هذا؟ هذا ما عرفتش باغي يتهنى مني ولا شنو هادشي. هنا هادشي ماشي نورمال البنات، ولا اه يا ناري. شوفوا انا، شوفوا هو مشى، شوفوا انا مازال حاس. مشى يطيح، مشى يطيح، ضرب بغيت هنا مني ساعه يمكن. دابا راه ما كيسمعنيش، راه بعيد عليا. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. صراحه كنتمنى ان تكون وصلتكم هذيك الطاقه الزوينه اللي كانت انا عندي صراحه في هذا فاش كنت في هذا المكان هذا، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه، وبسلامه عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.